الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا القرآن منذ أنزل على صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه حتى الآن وسيحفظه بعد ذلك إلى يوم القيامة. ولقد كرم الله سبحانه وتعالى قارئ القرآن الكريم والماهر بقراءة القرآن الكريم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أبنائي وبناتي، آبائي وأمهاتي أمامنا على هذه الشاشة الطيبة المباركة، أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك وهذا المجلس الطيب المبارك. ويسرني الحقيقة أن يكون ضيفي على غير العادة في هذا المجلس، وشرف كبير لي أن يكون ضيفي في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ مصر والعالم العربي والمحكم الدولي في المسابقات العالمية للقرآن الكريم والمدير العام في وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وصاحب المدرسة المتميزة في التلاوة. الحقيقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي من الأقلية الذين يجمعون بين العلم والقرآن. والحقيقة أنا ذكرت في عدة حلقات قبل ذلك، سواء في مجلس الرحمة أو في أعلام الأمة، ذكرت أن هناك جيلا من القراء في مصر. هذا الجيل بسم الله ما شاء الله عليه، ونغبطه على ذلك، من خريجي الأزهر الشريف، سواء خريجي كلية الدعوة أو كلية الشريعة أو غيرهما من كليات جامعة الأزهر، فهم يقرؤون القرآن الكريم وهم يفهمون ما يقرؤون ويفسرون ما يقرؤون. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا أستاذ محمد، سعيد بيك وسعيد بهذه الدعوة الكريمة. الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. يا أهلا بيك. أسأل الله أن ينفع بكم وأن يجر الخير على يديكم دايما إن شاء الله. يا رب يا رب. إحنا كنا طبعا يعني بقول للسادة المشاهدين ولابد أن أخبرهم بهذا، كنا على أساس يعني طبعا نسمع حضرتك، لكن أنا عارف اللي الجو أثر على حضرتك بالبرد، الحمد لله، فإن شاء الله طبعا مستورة إن شاء الله، وأنت ملأت الدنيا قرآنا بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا يستخدمنا في خدمة القرآن. يا رب يا رب. مولانا، أنا يعني خطر على بالي أن أسمي هذا المجلس مجلس القرآن، إيه رأيك؟ وخطر على بالي كده. المجلس أعظمه من مجلس، فهو خير ما يرفع به الإنسان ويذكر في الملأ الأعلى عند الله تبارك وتعالى. نعم. في مجلس القرآن، فهنيئا لكم به. الله يكرمك. أن تكونوا أنتم القائمين على هذا الأمر. الله يكرمك يا حبيب. مولانا الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، يعني أنا عايز أتكلم عن إعداد القارئ كقارئ للقرآن الكريم، لكن خلينا نبدأ بحضرتك قدوة. سيادتك، كيف تعلمت القرآن الكريم؟ كيف أتقنته؟ كيف حفظته؟ موضوع القراءات كيف تعلمتها؟ يعني ياريت كقدوة للشباب من القراء. طيب، أنا هستسمح لك أخذ بداية الخيط من المقدمة الجميلة التي أفضت بها علينا في أن الله حفظ القرآن. ومن أدوات حفظ الله للقرآن أن الله يقيد للقرآن رجالا يكونوا سببا في حفظ الله للقرآن. ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم
على شيء في غزوة أحد كما حزن على موت 70 صحابي الذين كانوا يحفظون القرآن، وسمى ذلك يعني مصيبة كبيرة. يا سلام. القرآن لو موجود في المصاحف فقط فهذا أمر يمكن أن يحرف وأن يبدل وأن يغير، لكن الله قيض له رجالا في الأزهر في لجنة مراجعة المصحف يقومون عليه خير قيام، فجزاهم الله عنا وعن القرآن خير الجزاء يا رب. لكن لما تتأمل قول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الله، القرآن ما هوش مجرد سطور إنما في الصدور، الله، وما هو في الصدور لا يستطيع أحد أن يبدله أو أن يغيره. نعم. اللي في السطور ده أنا ممكن أشيل كلمة أحط كلمة بدليل السطور يمكن أن تمحى يعني. حتى ولو على سبيل الخطأ أثناء الطباعة تحدث كلمة أو صفحة تقطع أو إلى آخره. نعم. لكن مين اللي بيصحح؟ اللي في صدورهم القرآن. يا سلام. لذلك ما لم يكونوا رجال أصحاب رسالة وليسوا أصحاب مهنة، هنا يأتي الدور فعلا لخدمة القرآن العظيم. الله. إنك تكون أصحاب رسالة في إنك عاوز تخدم القرآن وتدعم القرآن بكل ما تملك من علم ومن فهم ومن دراسة ومن تفسير ومن وقوف على المعاني، وأن تثري الحياة القرآنية بالكثير من إن القرآن ما يأتيش عندك ويتوقف، إنما لابد أن يصل إلى غيرك. لذلك لم يجعل الله الخيرية في من تعلم فقط، إنما وعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما إذا جاء القرآن عندك وتوقف مات ما في صدرك من علم، لم ينتفع الناس بما عندك من علم ومعلومة، لكن أن تنقل هذه المعلومة إلى غيرك هنا تأتي الخيرية ليمتد خير القرآن إلى أجيال وأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليه. الله. هقول لك طرفة جميلة. تفضل يا دكتور. سبب أنني تمنيت أن أكون قارئا في الإذاعة، جلست مجلسا فسأل أحد الناس سؤالا لأحد الطلبة، قال له ماذا تعرف عن محمد نجيب؟ فالولد الطالب في الإعدادي قال مين محمد نجيب؟ قال له خيبك الله، ما تعرفش أول رئيس جمهورية مصر العربية؟ قال لا، ما خدتهاش لسه في التاريخ دي. قال له طب سيبك من السؤال ده، ماذا تعرف عن محمد رفعت؟ قال لي الشيخ محمد رفعت اللي بيقرأ القرآن في الإذاعة. قال له مين في الدنيا عم ما يعرفش محمد رفعت؟ يا سلام يا سلام. فهنا توقفت للحظات، أن شمس الأمراء والملوك والرؤساء تطوى شموسهم وصحائفهم ويكون في طي النسيان في يوم من الأيام، إنما شمس أهل القرآن لا تغيب أبدا. الله الله الله. فمن أراد أن يسجل لنفسه تاريخا يبقى حتى بعد وفاته، لأنك أنت ارتبطت بإيه؟ بالقرآن. وهل القرآن يموت أو يفنى؟ أبدا. لا والله. باكن ما بقيت الدنيا، فيظل صوتك اللي ارتبط بالشيء ده باكن ما بقي الشيء الذي ارتبطت أنت به. حضرتك ذكرت أنه في يعني موقف هو الذي دفعك إلى أن تكون قارئا بالإذاعة والتلفزيون. جلست مجلسا يوما ما فقام أحد الناس فسأل أحد الطلبة في سؤال تاريخي، قال له ماذا تعرف عن محمد نجيب؟ فقال ومن هو محمد نجيب؟ قال له خيبك الله، ألا تعرف من هو أول رئيس لجمهورية مصر العربية؟ قال له لا لسه ما خدتهاش دي في التاريخ. قال له إذن فماذا تعرف عن محمد رفعت؟ قال الشيخ محمد رفعت اللي بيقرأ في الإذاعة والناس كلها عارفاه. يا سلام. مين في الدنيا مش عارف الشيخ محمد رفعت؟ يا سلام. فقلت سبحان الله، إذا كانت شمس الأمراء والملوك والرؤساء تغرب وتنتهي وتطوى صحائفهم وتاريخهم، فشمس أهل القرآن شمس لا تغيب. طبعاً. فمن أراد أن يسجل لنفسه حياة خالدة بعد أن يبلى جسده ويفنى جسمه ويبقى صوته مرتبطاً بالقرآن
فعليه بتلاوة القرآن الكريم. الله 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 الله. فدي شيء عظيم جدا. لكن يعني ما تأخذنيش يا دكتور فتاح، أنه طبعا مش كل إنسان مؤهل لهذا الشرف. نعم. هذا شرف عظيم يعني، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف أهل القرآن بأنهم أهل الله وخاصته، فهذا شرف عظيم. لكن هذا الشرف لا ينال كل إنسان، هذه نعم. يعني هبة، هي منحة، ومنحة من الله له من إعداد. بالضبط. اللي هو سنرجع بالزبط. إلى السؤال اللي حضرتك تفضلت به. فضل. في إعداد إلهي فطري وفي إعداد بشري. تمام. الإعداد الإلهي أن ربنا أول حاجة يصطفيك لحمل القرآن. يا سلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فلازم ده إعداد إلهي أن ربنا يختارك. تاني، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا سلام، نبهتني الآية دي والله. هيقول لك ما المشايخ فيهم ناس وحشة كتير، وفيهم بيكذب كتير. ده أنا أعرف واحد قارئ وما بيصليش، أنا أعرف واحد بيحلف كذب. نقول له أنت ما قلتش حاجة جديدة، لأن ربنا بدأ بالأكثرية فقال فمنهم ظالم لنفسه. الله. الذي غلبت سيئاته حسناته، ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد تساوت حسناته وسيئاته. يبثلن بالإيه؟ بالوسطية، وثلث بالأقلية. قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نسأل الله أن نكون وإياك والسامعين منهم. يا رب يا رب يا رب. ذلك هو الفضل الكبير. طيب، في حد منهم هيدخل النار؟ قال لا، سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا مغفور له إن شاء الله، بدليل قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها. الله الله. جميعا ببركة القرآن العظيم. طبعا طبعا. يبقى الإعداد الإلهي أن ربنا يختار هذا الوعاء. هذا الوعاء حتى برضو من ضمن الآثار الجميلة اللي قرأتها، قال إن الله لما خلق الخلق قال لهم ليختر كل منكم حرفته وصنعته، فاختار بعض الناس، ده عاوز رئيس، وده عاوز وزير، وده عاوز بيه، وده عاوز مستشار، وده عاوز كل صنعة وحرفة. فبقيت كلة أقلية لم تختر، فقال الله لهم لما لم تختاروا؟ قالوا ربنا عجزنا عن الاختيار فاختر لنا، مش عايزين نختار احنا، عايزينك انت اللي تختار لنا. فاطلع الله على قلوبهم فوجدهم أصفى القلوب وأنقى النفوس، فقال لهم أنتم حملة كتابي. الله. إذن هذا الاصطفاء سلام، أنا لا أضع نفسي فيه، ولكن الله اختارني، بدليل أن ممكن حضرتك تودي ابنك الكتاب وما يحفظش. صح. وفي واحد يمنع ابنه أن يروح الكتاب، والولد يروح من وراء أبوه يحفظ القرآن من غير أبوه ما يعرف. تمام تمام. ده اختيار مين؟ الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. اللهم اختر لي فإنني لا أحسن الاختيار، ودبر لي فإنني لا أحسن التدبير. نعم. من الدعاء الجميل اللي أحب دايما أكرره في كل أمور الحياة. فالإعداد الإلهي أن ربنا يختارك عشان يخلي قلبك وعاء للقرآن. نعم. طب والإعداد البشري؟ أنني ما ينفعش أقول له يا دي اسمع شريط قرآن وأقرأ زي ما الشيخ الطاروطي بيقول، ما ينفعش، لأن هذا الكلام لم يستثنى منه أحد حتى ولو كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له إيه؟ قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى إذن القرآن يا أستاذ محمد نعم. محتاج التلقي ومحتاج المشافهة، ولا يمكن أن أتعلم من خلال كست. لأن أنا لما أجلس أمام شيخي عفوا وسيدنا الشيخ يقول لي، اسمح لي كده في هذا التشبيه عشان المشاهد يشوف، قول يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو ما شافش بق الشيخ قال إيه، إنما لما يبص لي كده سيدنا الشيخ يقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن حدث هناك مشافهة، فشاف الهمز طلع منين والعين منين وبقه تمد في الواو إزاي. إذن قرأ القرآن بالمشافهة وبالتلقي. يا سلام.
حلو يا سيدنا؟ تمام. يبقى ما ينفعش انا اجيب شريط واسمع منه اقول انا هقرا زي ما الشيخ بيقول. تمام. يبقى اذا ربنا قال للرسول وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. خلاص. قال له وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أيوة. حلو. يبقى من هنا نقول أن قارئ القرآن لابد أن يعد نفسه إعدادا جيدا لحمل رسالة القرآن، فيذهب إلى معلم قرآن متقن. تمام. ما أقولش أنا أروح لإمام المسجد. تمام. المسجد يا عم بيخش يصلي وممكن يكون ضعيف، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا يا مولانا، اسمها إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يكون المعلم متين وقوي عشان يخرج من تحت إيده تلميذ قوي يوصل رسالة القرآن. تمام. جميل. يبقى لابد أن نعهد به إلى إيه؟ إلى معلم جيد. ثم من أكثر الحفظة ممكن يكون حفظوا القرآن بس ما عندهمش أحكام التجويد، فإن كان يجيد أحكام التجويد أهلا به وسهلا، إن لم يكن فعهد به إلى معلم لأحكام القرآن والقراءات. تمام. خلاص. تمام. ومن هنا يعطيه الشيخ سندا، يقول أشهد أنا فلان أنني أعطيت الأستاذ محمد متن الشاطبية أو الدرة أو رسالة التجويد في رواية حفص، أنني تلقيتها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله عن سيدنا جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. وكأن هذا السند ما لم يكن موصولا إلى رسول الله وإلى رب العزة يعتبر سند مقطوع لا يصح العمل به مثل الحديث المقطوع، حتى وإن صح معنى لا يعمل به لفظا لأن سنده مقطوع. مولانا، حديث رائع جدا جدا في إعداد القارئ للقراءة، هنكمله إن شاء الله مع سيادتك، لكن بعد فاصل ممكن تسمح لنا؟ مشاهدي الأعزاء، هنستكمل هذا الحديث الرائع العذب الرقيق من هذا الفم الصالح، فم قارئ القرآن وحافظ القرآن الكريم ومتقن ومجود القرآن الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى ومجلس القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ مصر والعالم العربي والإسلامي والمحكم الدولي للمسابقات العالمية للقرآن الكريم والمدير العام بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية. بنتكلم عن الإعداد الأمثل لقارئ القرآن الكريم. أهلا بك يا فضل الدكتور. سيدي وأستاذي، أهلا بك. أهلا بك دكتور. حضرتك نبهتنا إلى يعني عنصرين مهمين جدا جدا في إعداد قارئ القرآن الكريم، وعجبتني كلمة الاصطفاء، أنت فصيح ما شاء الله عليك. أنا حبيت الحقيقة النهاردة أقدم المتحدث والداعية الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ويعني نحيته القراءة جانبا لظروف صحية فقط. يعني حبيبي شبعانين من السمع، ما حدش بيشبع منك. احنا عاوزين يعني المشاهد يعلم ان قارئ القرآن لا يصل الى ما وصلنا اليه او ما تكرم وتفضل الله به علينا بهذه المنزلة والمكانة ان الموضوع صدفة. لابد له من إعداد وعلم ودراسة، وما زلنا إلى الآن نتعلم، وما زلنا إلى الآن في كل قراءة كيف نتعامل معها بجدية. ليس هناك تراخي، لا تقول تاريخي وخلاص، لا، عند كل صلاة قرآن فجر كيف يتعامل الإنسان بجدية مع هذه التلاوة ليبقي على مكانته وعلى أسهم الحب الموجودة له في قلوب الناس. فذلك الإعداد لابد أن يكون إعداد حتى علمي. أنت أحيانا
أكثر القراء يقرأ ولا يفهم ما يقول. المانع أنك تمسك حتى كتاب تفسير تشوف الربع اللي هتقرأه ده معاني إيه، يمكن بفهمك للمعاني يطفي عليك جمال وجلال في التلاوة. أكيد أكيد. فاقد الشيء لا يعطيه. خاصة مولانا في علم كبير جدا حضرتك أستاذ فيه أيضا، هو علم الوقف والابتداء. يعني ده ما أنا قلت لحضرتك يعني علم الوقف والابتداء ده علم محتاج دراسة. دراسة طبعا. يعني محتاج فهم. هو أصلا دراسته خاصة بمعاني القرآن. أكيد. فكيف يعني تبدأ وتنتهي وأنت لا تفهم المعنى؟ تمام. طب حضرتك يعني واحد يقول لي وإني أعيذها بك وذريتها، يقول لي وذريتها من الشيطان الرجيم. استغفر الله. يعني تغيير يعني معاني. خرج عن المعنى. لا خالص. معنى القرآن الكريم. إذن ذلك الإعداد لابد أن يكون إعداد فطري، إعداد بشري، إعداد علمي، إعداد تقني وفني. اللي هو خاص بأنه لابد أن يكون هناك محفظ للقرآن الكريم. لا برضو أنا قصدت بالتقني والفن ده أن يكون رجل حتى لا يسيء إلى الأذن المستمع. أنك راجل إمتى أدخل على مايك الميكروفون وإمتى أبتعد عنه؟ يعني واحد بيقول جواب وصوته في قمة الانفعال، أحط بقي على الميكروفون؟ أنت بذلك يعني تحدث صداع للمستمع. وبعدين الجملة الفنية الجمالية في القرآن بيقل جمالها لما تصرخ بها في أذن المستمع. لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب في التعامل مع آلة التوصيل للمتلقي. طيب دكتور الفتاح، يعني تم الإعداد وزي ما حضرتك قلت إعداد فطري أو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. طبعا اصطفاء بمواهب كثيرة، يعني أولا الهداية زي ما حضرتك قلت أنه ممكن أب يمنع ابنه من الكتاب وهو يروح. نعم. الهداية أن ربنا هدي لي القرآن وهدي قلبه لي القرآن. صوته، يعني صوته برضو منحة من الله سبحانه وتعالى. حفظه أنه بس يعني اللي أنا عاوز أوصله هذا فطري كله. يعني ما ينفعش أن أنا مجرد أن أنا أحفظ أخرج على الناس وأقرأ. تمام. إن كنت هاويا اقرأ بينك وبين أهلك، سمع من يتحمل أن يسمعك بكل ما فيك من ملاحظات وثغرات. إنما إذا أردت أن تسمع الناس فلا بد أن تكون قارئا محترفا. طيب، وبالتالي أمانة التبليغ بقى. يعني أمانة التبليغ، أنا تلقيت القرآن، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي تلقى القرآن على شيخ معتبر ومعروف ومشهور ومشهود له بالثقة والأمانة، وأخذ السند زي ما حضرتك ذكرت. هل ممكن أن أزيد أو أنقص كقارئ عما تلقيت من شيخي؟ يعني أنا استشهدت بالحديث النبوي. نعم. ليش اسمحوا لي؟ الحديث حين ينقل من راو إلى راو، هل يجوز لراوي الحديث الذي نقل عني أن يزيد فيه كلمة أو ينقص فيه كلمة؟ لا يجوز. لا يمكن. كذلك السند في التلاوة. أنا أخذت رواية لا أزيد فيها ولا أنقص فيها، لأن ذلك علم قرآني إلهي تلقيناه من الصحابة عن رسول الله، عن سيدنا جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى. إذا لا يجوز لك أن تجتهد فيه إلا إذا ثبت أن معلمك قصر في هذا الأمر، وأنت استطلعت بعلم الآخرين أنه كان يجب أن تفعل هذا ولا تفعل ذاك. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تخرج فيها تمام. للإصلاح وللإجادة. تمام. واخد بال حضرتك؟ نعم. فهنا بقى أمانة التبليغ أنني لا أقرأ بدون علم. ودي النقطة ديت التي أثارت كثير من مشاعر المستمعين، أن أكثر القراء يقرأ بدون ما يملك المتن ولا الشرح ولا الفرش. أنه سمع الشيخ يقول وما أدريك، أقول وما أدريك.
مش عارف اساسها ايه. اقول فتثبتوا. القراءه دي ايه؟ فتثبتوا. ويستغل جهل المستمعين ويستغل ان ما حدش بيناقشه ولا حد بيقول له ايه السند والدليل بتاعها. يعني ممكن اعتمادا على جمال الصوت والاداء مثلا. انا يعني لا يعنيني هذا الامر. ده علم. انا هضرب لحضرتك مثال والمشاهدين يفهمون هذا الكلام. لو اعتبرت انني حضرت رساله دكتوراه واخذت رساله الدكتور محمد السجيني بتاعته نقلت منها علم نافع ينتفع به وحطيته في الرساله بتاعتي انا وقدمتها عشان أناقش بها من غير أن أسند هذا العلم إلى صاحبه، كيف يحكم علي؟ سرقة. هذه بأنني سرقة بأنني خائن للعلم طبعًا. ولا ولست أمينا عليه. ويرد ذلك العلم حتى وإن كان نافعا. ليه؟ لابد أن يكون العلم له مصادره، وأن يكون هذا العلم أنت تلقيته من 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 من, من, من عالم أو من شيخ يعتد بعلمه. تمام. لكن ما أسرقش العلوم. الآن تسرق الروايات وتسرق القراءات وتقرأ بها على الملأ أمام الناس وتنقل، وربما صاحبها لا يعرف لها أساسا ولا علما ولا متنا ولا فرشا، وده قمة الخطورة. وده اللي أنا بأنادي به كل الجهات الدينية المسؤولة في مصر من الأزهر ومن الأوقاف ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن الإذاعة ومن التلفزيون ومن كل من يخول له أن يكون أمينا على حفظ رسالة القرآن الكريم، إن أوقفوا كل المهازل التي نسمعها من قراء لا يعرفون شيئا عن القراءات. أنا واحد من الناس، أنا لا أعرف غير رواية نافع فقط. ده اللي تلقيته، اللي أنا درسته، اللي تلقيته. يجي واحد يقول لي عايز تقرأ لي حمزة، أقول له ما أعرفش. يا سلام. ما أعرفش. وأنا بقولها على الملأ، ما أعرفش، ما تعلمتهاش. وليس ذلك بعيب. ما بنسمعكش تقول حمزة فعلا. ومن قال لا أدري فقد أفتى. تمام. يعني أنا أقرأ، طب ما أنا عارفها تتقال إزاي وسمعها من زملائي بيقولوها إزاي. بس ما بنسمعكش في تلاواتك. ما أقرأش فعلا. لا، لأن ذلك احترام للعلم. وسيدنا الشيخ أبو نعيم شعيشع بقدره وجلاله وتاريخه العظيم رحمه، كان يقرأ برواية حفص. آه، هل قلل ذلك من قدره؟ أبدا أبدا. وتاريخه. هو أنا عشان خاطر أتميز عن غيري لازم يعني أقرأ قراءة سماعية لا أساس لها من علم ولا متن ولا فرش؟ أبدا. اقرأ. وبعدين أكيد هتشد. وحفص وبالإتقان كان مفضلة. اقرأ. تمام. واقرأ برواية أهل مصر وعلمهم. ودي هي دي أمانة التبليغ. وأكيد هيحصل شذوذ، يعني ما طالما الواحد أصله هو مثلا، إحنا قاعدين دلوقتي حضرتك يعني أنا مذيع وحضرتك قارئ، يعني كل منا بفضل الله يمتلك أدواته، يعني عارف بتقول إيه، عارف تعمل إيه، درست هذا الأمر، لك خبرة بهذا الأمر، لك لم تقلد أحدا، يعني لك أسلوبك الخاص. يا سيدي أنا بنبسط لما واحد زي حضرتك يسألني يقول لي أنت قلت دي ليه وما قلتش دي ليه. تمام. يعني وما دام عندك علم مش هتغضب لما حد يسألك. لا لا لا. لكن متى يغضب القارئ؟ إذا كان خاويا فارغا من أي معلومة وواحد يسأله يقول له أنت قلت دي كده ليه، يقول له أنت بتختبرني تمتحني انت بتغضب ليه؟ اليس هو علم؟ لا، ما فيهاش حاجه. يعني حين تسال الا تجيب عن هذا العلم؟ نعم. يعني لابد ان يكون في امانه في التبليغ. تمام تمام. طب حضرتك يعني اغريت تاني الشيخ عبد الفتاح ان انا اسال حضرتك في موضوع التقليد. هو معلش انا مؤمن بانه في البدايه بالنسبه للقارئ المحترف يعني بالذات، إن هو في البداية ممكن هو صغير ممكن يقلد إعجابا بالشيخ الفلاني، هذا شيء لا بد منه، يعني لا يعيب الإنسان. لا يعيب الإنسان. أنا بدأت مقلدا. طبعا طبعا. أنا بدأت مقلداً. الكل يعني الكل. يعني في البداية أنا كنت أحب وما زلت يعني كل هؤلاء القراء القدامى الكبار ما زالوا يجري حبهم في دمي وفي قلبي. تمام. لكن يعني أقول بدل ما أجبها صريحة لهم، لا، أنا أطفي عليها شيئا من فكري أو من حسن القفلة وحسن نهاية الآية حتى لا تكون فيها تقليد صريح، مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية. يعني
يعني للتلاوة، يعني أنا اللي هي أحكام التجويد والأمور دي والقراءة. هو ده الأصل. تمام. لأننا يعني أي جملة فنية أنت بحضك احنا مش عايزين بقى نتدخل بقى في حكايه الموسيقى القرانيه، لان هو الاصل قبل ان يكون هناك غناء او موسيقى كان القران موجودا اولا طبعاً. ولا الغناء اللي كان موجود الاول؟ القران هو الاصل. طب انا هقول لك معلومه ويسمعها اسيادنا المشاهدين. نعم. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب اذا اراد ان ينهي قفله في احد الاغاني وعجز عنها كان يسأل فيها سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل أكفلها إزاي. يا سلام يا سلام. يبقى هون أقوى. ليه؟ لأن الـ 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 القرآن أسبق. الموسيقى النهاردة لما يعجز يقول لك طب نشيل الكلمة دي ونحط كلمة يكون ممطوطة شوية عشان يعرف المؤدي يأديها. لكن القرآن ما أنا باجي في كلمة وأقول وازدجر. قال لا وازدجر. طب ما تشوفها دي هتتقفل ازاي مع وقفتها الناشفه دي. لكن انا واحد هيقول لي طب عايز اسمعها كمان هغير له في قفلتها وتاني وتالت وخامس. يبقى اذا من الذي عنده قدره على التنوع؟ القارئ ام الموسيقي؟ لا القارئ. اذا القران هو الاصل. فما نقولش بقى احنا بنخلط القران بالموسيقى او كلام زي الأمر. هذا لكن انا عاوز اقول حاجه. نعم. حضرتك بتقدم لي مشروب، أليس من اللائق أنه حين يقدم في كوب جميل جيد يغري الإنسان على أنه يشرب هذا المشروب؟ طبعاً. أنا بقدم القرآن وهو أعظم بضاعة. الوعاء مهم. أعظم سلعة. تمام. يعني هيجي واحد يقول لي أنت بتقول على القرآن سلعة وبضاعة. يا سيدي ربنا قال على القرآن يرجون تجارة لن تبور. خلاص. وربنا والرسول قال عن الجنة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فعندنا أعظم بضاعة وأعظم سلعة هي الإيه؟ القرآن الكريم. طبعا. حين أعجز عن حسن تقديمها للمشاهد وللمستمع يبقى أنا قارئ فاشل. نعم. لابد أن أحسن تسويقها حتى أنني أسرق المستمع. المستمع اللي ماشي في الشارع ده لا علاقة له بالقرآن، لكن لما يسمع قارئ بيقرأ يقول الله صوته حلو وأداؤه حلو، مين ده؟ يبقى ده أول حاجة أنا جبته، يسمع عن القارئ. طب ممكن أشتري الاسطوانة ديت أو أنزل التلاوة ديت، يبقى أنا جذبته للقرآن بإيه؟ بحسن الأداء. لكن لما في مئات القراء بيقرأهم ومحدش يسأل ولا يقول مين ده، لأنه لم يحدث عنده جذب للقراءة. يعني سيادتك كما فهمت القارئ ممكن يبدأ مقلدا لأن هذا شيء طبيعي، وكان حتى في العصر الجاهلي كان بيقول ما أرانا، وفي العصر الجاهلي يعني قبل الإسلام كان بيقول ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورة. أكيد. يعني وهذا يعني الطفل النهاردة ألا ينشأ مقلدا لأبيه مثلا وأمه؟ هذا لا يعني قول كذا وعمل كتاب. لما يكبر بيستقل بنفسه له شخصيته ويكون عنده شخصية. تمام. كلنا بدأنا. ولكن أنا أعجب حين تسمع قارئ يعيش مقلدا ويرتدي ثوب قارئ آخر ويقول لك لا أنا ما بقلش حد. طب يا أخي انسب الفضل إلى صاحبه، يعني أنت تعيش في خير هذا القارئ وتعيش مقلدا له وتحمل نغماته وتحمل أداؤه. طب اذكره بالخير. أنا يعجبني جدا يا دكتور عبد الفتاح لما مثلا أفتح الإذاعة وأنا مثلا في السيارة وأسمع، لأن أنا بدأت مذيع إذاعة في خارج مصر، فأنا أذني إذاعية جدا، فأنا يعجبني قوي لما أسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده الدكتور عبد الفتاح طروق. نعم أكيد. ده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. هي البسمة الصوتية والبسمة اللي تركت في أذن المستمع شيء لا ينسى. تمام. وده لا يأتي من فراغ، إن حضرتك بتتعود على أسلوب معين حدث بينك وبين المستمع ارتباط من حيث السمع، من حيث التلقي، من حيث الإدراك، من حيث الاستمتاع. لا تتخلى عن هذا الأسلوب لأنه هو الأمثل
في انك تبكي على محبيك ومستمعيك. دكتور يعني الاستاذ المخرج بيقول لي يعني بساط الوقت كده بدا ينسحب، فحديثك جميل انا عارف، احنا قاعدين كتير مع بعض وانا احبه كثيرا يعني يعلم ربي. الله يخليك يا دكتور. دكتور انت معروف انك مدافع عن القراء ومدافع عن القران، لدرجه انه حينما علمت ان احد الابناء يعني ذكر ان هو حصل على الدرجة الاولى في مسابقة دولية حاجة، يعني لم انطلقت ودافعت عن القراء ودافعت عن القرآن الكريم، هل يعني تسمح لي في السؤال، هل هذه ظاهرة ولا يعني بعض الافراد؟ لا انا هعتبرها ظاهرة. نعم. لانها لم تتوقف على اخينا. نعم. أنا مش عايزين نذكر اسمه تاني. نعم. إن في خداع للمجتمع، إن أنا أنسب لنفسي ما ليس فيه. فلو نظرت إلى ظاهرة إن أكثر القراء دلوقتي من الشباب يقولوا على نفسهم دكتور، طب أنت حصل على مؤهل إيه؟ طب يا سيدي ما تقولش انا بدافع عن نفسي، انا راجل على الاقل خالص واخد ليسانس اصول الدين والدعوه الاسلاميه، ماجستير في الدعوه الاسلاميه، ان كانت دكتوراه الفخريه طب انا متنازل عنها يا عمي، بس اللي من حصل على درجه علميه فوق الليسانس ف صحيح دائما امر طبيعي انك تقول له يا دكتور. تمام. وبعدين انا ما حدش بيدعيني عشان انا دكتور، لا بيدعيني عشان انا الشيخ عبد الفتاح. نعم. اللي بأتأدب بادب القران وباحسن تقديم القران وباسعد المستمعين حولي. صحيح. لكن انت فاكر كلمه الدكتور دي هترفع قدرك؟ هي دي اللي بناء عليها، هي دي. طب انت حصل على ايه؟ ساقط اعداديه، ما خدش اعداديه، طب كيف يقال له دكتور؟ طيب كيف يكتب في الكارت الشخصي قارئ الاذاعه والتلفزيون؟ هل انت قارئ في الاذاعه والتلفزيون؟ اذا انت تنصب على الناس بهذا المسمى، اقرا واجتهد وخليك انت في نظر الناس احسن من القارئ اللي بيقرا في الاذاعه. طيب ما هو في الحاله دي لابد ان تكون يعني مثلا هناك جهه رقابيه او شيء على هذا الامر. أنا يعني أنا اكيد يعني الامر من خلال برنامجك العظيم. نعم. الذي يشاهده ملايين الحمد لله من الناس، نحن بنطالب اللجنة الدينية في مجلس النواب أن يكون هناك خارطة طريق أو مذكرة. نعم. نحمي بها نقابة قراء مصر. تخيل لما حضرتك يبقى معايا كرنين نقابة ومع شخص آخر ليس حافظ القرآن معه نفس الكرنين، أليست هذه كارثة؟ نعم. ولما توجهه يقول لك انت مالكش الكلام معايا، انا معايا كرنين نقابه القراء زيك. ويتباهى ويتفاخر امام الناس انه عضو نقابه القراء. عضو نقابه القراء كده بدون علم ولا بدون حفظ. اذا حضرتك بتطالب بوضع ضوابط لهذه لحمايه القراء المجيدين. تمام. واطالب بضبطيه قضائيه. ان من ينتحل شخصيه ضابط شرطه بيقبض عليه، من ينتحل شخصيه طبيب بيقبض عليه، من ينتحل شخصية مستشار بيقبض عليه. لماذا من ينتحل شخصية قارئ للقرآن وهو ليس حافظا القرآن ولا عالما بأحكامه، لماذا لا يتخذ معه إجراء؟ طيب دكتور احنا هنكتفي بهذه المطالبة ونختم بها لأن الوقت يعني انتهى بتاعنا. شرفتنا كتير في مجلس الرحمة، وإن شاء الله طبعا احنا لقاءاتنا موصولة مع بعض بإذن الله تعالى. أنا أشكرك إن أتحت لنا هذه الفرصة، وجزاكم الله عنا وعن القرآن خير الجزاء. شكرا، بارك الله فيك. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا المجلس المبارك بعنوان مجلس القرآن لا يسعني إلا أن أتقدم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ مصر والعالم العربي والإسلامي بخالص الشكر والتقدير، كما أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسوا أن تشاهدوا هذه الحلقة وغيرها من حلقات قناة الرحمة المباركة على اليوتيوب، يوتيوب قناة الرحمة فور إذاعتها مباشرة، وأرجو نشرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حتى تنالوا الثواب من الله عز وجل. نلقاكم على خير في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.